ضيفة حلقتنا هي مقدمة برامج الطبخ، معنا ومعكم أمل مداد في برنامج بلا زواق. مرحبا بك أمل مداد، مرحبا بك معنا في برنامج بلا زواق تحت الحجر الصحي. الله يبارك فيك. ميرسي بوكو سلمى، ميرسيك. سافا كومو سا سباس؟ نفسية سافا تخي بيان الحمد لله، سافا بوكو ميو. بغيت نشكرك بزاف على المجهودات اللي درتي أمل بسببها، مش بسببها ميسي غاسا الكو، بزاف ديال الأطباء والممرضين كياكلوا من يديداتك شهيوات. بارك الله فيك والله يثبت الأجر. عاودي لينا كيفاش جاتك الفكره وكيفاش دازت لافونتور؟ هادي راه افونتور بصح ما تبديش لا افونتور. كانت الدوله قالت لينا نديروا الحجر الصحي، صافي بدينا كلشي سد عليه في دارو. راك عارفه ما كان ما يتكال ما والو. جا واحد صديق ديالي طبيب، انا عارفه كاين، حنا انا ساكنه ما بعيداش بزاف على بنو رشد على موريزكو. وانا نقول له واش محتاج شي حاجه، محتاج شي ماكله ولا دير، عارفه كيدير دي غارد وداكشي. قال لي صراحه امل انا ما محتاج والو، ولكن راه نبسل عليك واحد شويه، راه دي زامي ديالي اللي اطباء في الريانيماسيون كوفيد وداكشي، راه محتاجين دي ساندويتش ما تيلقاوش منين ياخذوهم. ما كيلقاوش، كلشي ساد. عاد جو سي روندو كونت بحال جيتي وترفقتي انت، نقول ويلي واش بصح دابا كلشي ساد وكيف كيديروا؟ قال لي رئيسهم كونفيني وسادين عليهم 24 ساعه على 24، ما تيمشيوش يشوفوا عائلاتهم، ما عندهمش الحق، لانه هما اللي مكلفين بالناس ديال كورونا، هما اقرب ناس ليهم، هما اللي زعما في الواجهه. دونك فوالا، ما كان عندي حتى شي خيار اخر على انني نقول ليه صافي كون هاني، راه غادي نبقاو نجدوا موال عشاء كلشي. المره الاولى استلي عشا شويه تنشوف ما كيخرجوش حتى في الغداء، دونك ما يمكنش خاصك تصيفط لهم الغداء. كنطيب انا خدمتي هادي، دونك كنطيب كل نهار، جو في ساويك بوكو دو بليزير. ابخي فهمت بالله راه العدد غادي كيتزاد، وهو يقول لي امل هادشي بزاف عليك، زعما نحبسوا كثر ما نحبسوا والو، ان شاء الله غادي نطلبوا من الناس انهم يعاونونا. بقيت كنطلب على لي ريستوراتور يعطيونا دوك لي دونغ ديالهم اللي هما بيريفابل، اي حاجه غتبقى في الثلاجه غات قدام ولا اللي ما يمكنش تستهلكوها في هاد الثلاث شهور اللي جايه. دونك مساكن بزاف اللي كيون ريبوندو بريزون، صيفطوا ليا كاع ثلاجاتهم كاملين. وكتلقى دي جون زعما اش نقول لك، اكتشفت الروح ديال المغاربه زعما تدامر كيفاش كنتعاونوا. راه انكرويابل، كنحل الباب الصباح كيصوني شي حد، كنحل لقيت ثلاثه ديال الحوالق قدام باب الدار، ما عرفت شكون، ما بغى يخلي سميه ما والو، ما هدرش. ثلاثه الحواله زعما عرفتي، ثلاثه مدبوحين ناضيين، ما عرفتش حتى فين نديرهم. كنقول ما عنديش ثلاجتهم، يلا طيب دغيا. الناس اللي زاغريكولتور اللي عنده شي حاجه كيجيب الصنادق ديال الخضره. لا بونك اليمونتير عاوناتنا حتى هي، اللي يعرفوني كندير هاد كنطيب لهاد الناس هادو. وبغيت نقول انني كنطيبو لكلشي، ماشي الاطباء ولا الممرضين، كنطيبو للسيرفيس كامل، لي زاجون دو سيكوريتي، لي فام دو ميناج، لي زوم دو ميناج. سي اون اكسبيريونس مانيفيك اون فيت. هادشي كيفكرك بان كاين بزاف ما يدار، وحنا راه ما كنديرو حتى شي حاجه في حق خاصه. انا بعدا كنهضر على راسي، ما كنت كندير والو، كدير شي خير عادي هكا في النهار، كيجيب لك راسك راه بحال ما عرفتش شنو درتي. جو تخوك سي با اسي، بحال فقت زعما سما سيرفي نشوف. وحاجه كتديك الحاجه، سيرفيس كيديك السيرفيس. صدقنا كنطيبوا لكل شيء. سي بيان سي بيان. دابا حل كاريمون واحد لو ريستوراتور الله يكثر خيرو حل لينا الريستورون ديالو، وخلانا انني عطاني العوين، وخلاني حنايا نطيب، كنخرجوا دي سنتين دو روبا باغ جور الحمد لله. الحمد لله. الا قلنا مثلا في الاول شحال لكم ديال دو غوبا، شحال من اكله كنتي كتوجدي في النهار وداكشي قالت كيطلع اليوم، شحال وصلتي في النهار؟ دابا النهار الاول كنت كنصايب 15 غوبا بوحدي. اوكي. شويه وليت كنصايب 100 بوحدي. تبارك الله، 100 في النهار. 100 في النهار تبارك. صافي تما كنت كنهرب ليا تما. كنت مع الكوزينه كنقول يا ربي يا ربي بغيت عليك تشرب معايا خضره، راه ما يمكنش. طيب ما كنعش، ما كنعس، وانا الا ما واكلش شي حد حتى لقطو الزنقه راه ما تيجينيش نعس. دونك داك الشيء كان غادي كيتزاد. دابا الحمد لله انا غيبقى فيه جوسكا 200-250 غدا. كنشوفوا الناس اللي ما يمكن لهمش يخرجوا، اللي ما عندوش كيفاش يدير يخرج، هو اللي كنعاونو كيف ما بغى
سواء في هذا السبيطار ولا سبيطارات اخرى. المهم درنا على كل شيء، حطينا لهم دي ميكرووند، حطينا لهم الماشينه كافي لان ضروري القهوه راه لو نير دو لا غير دابا في هذا الكوفيد. هاتي مساكن ما كينعسوش، القهوه راه كتجيهم ما عرفت اشنو. كنت هضرت معاك في يلا كنتي بديتي، حكيتي لي على شي صديقه ديالتك كانت كتعاونك و ابارامون هي تصابت بكورونا، كيبقات الحاله ديالها تشافات ولا مازال؟ الحمد لله تشافات، الحمد لله سي بيان. راه انكرويابل، تي تري تري بون نوفيل. شوف السيده عادي كانت مسكينه تتعاوننا، ما كاين اش نقول لك، تجيب لينا الزيت. ايوا مسكينه مرضات مخا وخا زعما دارت الاحتياطات كامله، والحمد لله لو باركور ديالها كان زوين. مشات للسبيطار ديال الدوله، تهلاو فيها البروتوكول مقاد داكشي كيفاش كتعاود لينا. الحمد لله دابا لي توتالمون غيم. فواحد لا فيديو كنتي كتقولي فرحانه بان جاك ميكرووند اليوم باغ اكزومبل، قبل ما داد نعطيو نداء للناس اشنو خاصك، بغينا نساعدوك، انا ندوز غير رساله، اشنو خاصك امل مدى؟ مازال خاصنا شويه ديال الماكله، شويه ديال الماكله، يعني اي شركه عندها اكسسوار ياغورت، الحليب، بيض، كاع داكشي ديال رمضان، راه مازال واحد السيمانه ديال رمضان، مازال خاصنا شويه ديال الماكله، ولكن الحمد لله راه عرفتي شحال كاين المحسنين، راه سي انكرويابل. الحمد لله. والبارتيكولي اللي ما كيبغيوش يبانوا. اوكي. هذوك هما اللي انا شهموني. طحتي في شي مشاكل؟ هادشي كلشي زوين، ولكن كاينين المشاكل. شنو هما المشاكل؟ خلات واحد السيده كتعاوني بزاف هاد الايامات، كتقول لي بنتي هذا هو الطريق ديال الخير، ديما كيكون فيها شي صعوبات خاصك تنساها. دائما. كتلقى شي واحد من الاداره سخن عليه راسو، تيقول لك اعطيني انا ما تعطيش الاخرين. كاين كتلقى شي واحد كيبغي يبان على ظهرك، كاين شركات كيبغيو يبانوا على ظهرك دابا باش يشوفوا يفير ابسوليمون ساسوسي لهاد لو موفمون هذا بلا والو. كتلقى ناس كيكذبوا عليك، كاين اللي كيسرقوك مثلا دي جون اللي سرقوا دي شوز، زعما تنبقى كنشوف لا اله الا الله، واش حنا في جائحه والناس كيموتوا وكنوكلوا وحدين اللي غيعتقونا عباد الله. وكاين اللي كيبغي يتصور مع ولادو اللي ما خاصهمش، اتونسيون. اما اللي ما عندوش، والله الا اللي ما عندهمش تيجيو تيحطوا لي دي كيك، كنحل الباب كنلقى لي كيك، كتقول لي هادشي علاش قديت؟ انا حطيته ليك عافاك، عطيهم لي ميديسان، هذاك الشيء انكرويابل. واللي كتلقى اش نقول لك بلا ما فين كتقولي كنسطروا على هذه الكلمه سارقه، نسطروا على هذه الكلمه سارقه. سارقه كيفاش كتكون؟ بحال دابا نخبي عندهم شي حاجه، انا ما يمكنليش نخبي الماكله كامله في الدار ولا في هذاك الريستورون، خاصني تلالج كبار. حتى كيقول لك ما لا راك لينا داك الشيء، ولا ما بقاش عندنا، ولا راه عطيناه لشي ناس، ولا عطيتي واش باقي. في رمضان كومون سا سباس؟ بحال الايامات العاديه كنطيبوا فطور وسحور، غير بحال الايامات العاديه. عادي جدا، كنليفريو كل شيء مع جويه الخمسه ديال العشيه. رمضان ولينا بلوس دو با، كنديرو من البوليس اللي كاينين في لي فوروج اللي كيبقاو مساكن مسروقين الفطور. كاين بزاف ديال الاس دي اف كيدورو ما حاطينوش، كيهربوا من لي سونتر دو كونفينمون، دونك ما يمكنش، ما عندو حتى حاجه حاله ولا عادي، دونك كنديرو لهم حتى هما دي بتي باني، كنديرو على اللي قدينا عليه وصافي. هذا لا ديستريبيسيون كيفاش كيتفرقوا داكشي؟ لا ديستريبيسيون في الاول كانوا لي ميديسان اللي ما فيهش لا كارد هو اللي كيجي مور الماكله كيديها لصحابه. كل كيجي كل واحد من ان سيرفيس كياخذ الماكله ديالو، باسكو ما كانش عندنا الحق نخرجوا. دابا يمكن لينا عندنا ورقه باش نقدروا نخرجوا حتى لواحد الوقت. وكاين الناس اللي عطاونا دي لوكاسيون دو فواتور، عطاونا لي فواتور ديالهم. كاين متطوعين كيدوروا كيفرقوا، كاين شركات اللي عطاونا لي كاميون ديالهم باش نديرو بهم لا ليفريزون، دونك الحمد لله. كنتي درتي انونس كتقلبي على البواطات، واش مازال باغاهم ولا لا؟ مازال باغاهم، يلا سالاو لي هذاك البواطات، هما المشكل الكبير اللي عندنا. وفي الشركه عطاتنا لا فيريتي، كيعطيونا دي ميليي دو بواط، ولكن هاد غير كيسالي. كنقول لك غير انا بوحدي في خلال ثلاثه السيمانات ما كاملاش راه درت 3000 غوبا، دونك 3000 بواطه مشات. دابا خاصنا اونكور بلوس. انت بحكم بان تو اون كونتاكت دابا مع الاطباء والممرضين، شنو كتسمي شنو كيقولوا؟
تيجيوني هذوك هما الجنود الحقيقيين ديال هاد البلاد. انت كنعرفتي فور لو طرافاي كيجيو معايا عادي، حياتنا كيبانوا ليا بحال دي ايغو فاش كيجيو مساكن عرفتي كتلقاي 24 ساعة ما نعش وجاي يدي الماكله لصحابو ومسكين كيفرق على كل واحد وهادي وكتقول له زعما كيفاش كيبقيتي انت سورتو كو ميدسان جاني ماتور يعني كل نهار هما اللي كيتكلفوا بلي كا لي بلو لوغ ديال الكوفيد. كيقول لك المهم هذه خدمتنا زعما راه عادي جدا، تيقول لك هادشي عادي. انا بعدا تنبقى حله اعطيهم الله واحد حد الصبر واحد البلام الله يخليهم لينا. الجن هكا كيديروا الله يحفظهم ساكن الله يحفظهم سويسو الجن وعامرين بلا بوزيتيفيتي وتبارك الله عليهم. شكرا امل، شكرا بزاف. انا كنشكرك والطاقم وكل شيء المغاربه وكل شيء كل شيء اللي في خارج ولا داخل المغرب كلهم كيشكروك على هذه المجهودات. وكلتي لينا الاطباء وكلتي لنا رجال السلطه وكلتي لنا كل شيء من وديداتك زوينين. جو سوي سور كو كلاو تشبعوا لانك طيبي زوين. خلي لك كلمه للجمهور للناس وغتقولي لي كورونا في كلمه. هي مراجعه الذات. كورونا فرصه تعطات لينا باش نقدروا نراجعوا راسنا ونشوفوا شنو هو اسانسييل واساسي في حياتنا. دابا ها نتوما لقيتوا شنو هو الصح؟ واش هو الماكل؟ واش السيكان؟ واش شنو غيفك كذاب؟ واش داكشي اللي شارين؟ واش غيقولوا لي واش انستغرام ولا عتقنا؟ دابا راه كنقول لكم واش دابا ها نتوما تنظموا الشباب الله يرضي عليكم باش عرفوا شنو هو الصح، هو السكيلز اللي جمعتوا في حياتكم وكيفاش تقدرتي تتعاون مع الناس اللي اوتغ دو توا. كنعرف واحد مثلا عائله عاديه معيشه جوج عائلات معاهم، كو ساسوا تصيفط فطور تصيفط ان بوتي باني تصيفط سكو كوم سا كون بو سورفي. راه ما نقدروش نعيشوا بلا بعضياتنا وما نقدروش نعيشوا بلا تعاون وما نقدروش نرجعوا نعيشوا بلا لي فالور اسانسييل هومان عباد الله. راه حتى شي حاجه كلشي داير اللي زوين واللي كاين. دابا شنو لقينا؟ لقينا بعضياتنا ولقينا الصح اللي هو المأكولات. شاو دابا الماكلة دابا ما كاين حتى شي حاجة، شنو إلا ما كليتيش ما غاتعيش. دونك يلاه تنظموا الدراري حاولوا طيبوا. دابا هما ولاو درا جوج شنو ديال الكيكة وي كيكين زعما اشنو دابا الواحد يراجع ذاته يشوف شنو الناس اللي كيبغيو بصح واللي ما كيبغيوش بصح. هنا ها هو مشى البلينغ ها هو مشى داك لي بايات ها هو مشاو دوك لي سواغي الزواق كله مشى كامل ها هو طار. يلا دابا وعرفوا شنو هو ليسونسييل في حياتكم الناس اللي بصح تيبغيوكم واللي كتبغيو نتوما بصح جمعوا بيناتكم. شكرا امل، نتمنى الرساله توصل للجميع وتبارطاج للجميع. الله يحفظك. تري بيانتو تري بيانتو. زواق ولا بلا زواق؟ اني جامي زواق جامي زواق. باي باي.